أهلا بحضراتكم من جديد. بعد أن لفه النسيان العود اليمني المسمى بالقنبوس أو الطربي يستغيث، آلة طالما تغنت بأعذب الألحان للموروث الموسيقي اليمني. تعتبر هذه الآلة رمز تراثي لأهل اليمن، وصلت إلى شرق أسيا وأطراف إفريقيا قبل مئات السنين، فبعد الغياب الطويل تظهر اليوم مطالبات بإعادة هذه الآلة للواجهة. جميل في مظهره، بديع ساحر في ألحانه، هو القنبوس أو الطربي اليمني، آلة تحظى بالدرجة العالية من الإعجاب من الفنان عبد الباسط الحارثي، أحد أفضل من يعزفون عليها في البلاد. أنا احتفظت بهذه الآلة وما زلت مصر على الاحتفاظ بها، لأنها مثلت أولاً الحفاظ على الموروث الموسيقي والغنائي اليمني، لأن أباءنا وأجدادنا حفظوا لنا بهذه الآلة يعني موروثنا الموجود والمعروف عربيا ودوليا. وأيضا إلى جانب أنها يعني هي النواة للعود العربي، ولهذا أنا محتفظ بها وسأظل أحتفظ بها وأوصي بها أولادي إن شاء الله. فؤاد القعطري هو الصانع الوحيد اليوم للقنبوس. نغمات هذه الآلة الآسرة أسرته بين أخشابها التي تعمر آلاف السنين وجلدها، ليبقى وفياً في صناعتها وتدريب الشباب على هذه الحرفة والمحافظة عليها. للأسف الشديد ما بش من اهتم بنا من قبل الوزارة أو المسؤولين أو الشخصيات المهتمة اللي بالفن أو التراث القديم، حتى أنه المهرة هذا لا تنقرض. يعني عندي استعداد أنني أفتح ورشة وأدرب أجيال لكي لا تنقرض، لكن للأسف يعني ما بش اهتمام. يخشى اليمنيون اليوم من اندثار هذه الآلة بعد أن طغى العود ذو ستة الأوتار على المشهد الفني كاملاً، مناشدين الجهات المختصة في الفن والتراث بالسعي في الحفاظ على آلة الطرب. نحن في البيت اليمني للموسيقى تبنينا مشروع بهذا الاتجاه، هو تكوين فريق من الشباب من الفتيات والفتيان يتعلمون العزف على آلة التربي بطريقتها الأصلية. تتردد رنات التربي كنبض عاشق، أشواق تغمر الكثير ممن تعايشوا مع هذه الآلة، وتراث يخشى ضياعه. فهل ستعود هذه الآلة لسابق مجدها من جديد؟ عمر الورفي لبرنامج اليوم على الحرة، صنعاء.